الجلبان هذا؟ 24 مليار. هذه هي أسعار مادة الجلبان بأسواق التجزئة بولاية غليزة، والتي صنعت أسعارها الاستثناء مع أولى أيام شهر رمضان. 24 ميل سي ترو شير كاع. سيتو في مود رمضان هذا نورمال. جو بونس 24000 ماهوش. بالك هنايا راه 24000، كون بالك تروح كيما نقولوا في المدينة ولا تسيب أكثر بالك يلحق حتى 26 ولا. جلبان هنا مضايق الوقت يكون مليح. كون السومة عند 10 8 أو موال المسكين ينجم ياكل. بصح هذوك بزاف على المسكين. حنا نشروه باندو. نبيعوا 23 و 24 ألف كفا ما تخرجك شي رانا بحال ندوروا خلاص زوقوا الطابلة بها برك. لتقصي أسباب ارتفاع أسعارها كانت لنا جولة بأكبر الأسواق الموسمية للجملة ببلدية عين الرحمة الذي يعد مقصدا للتجار من مختلف الولايات. بدالي ب 14 الأرباح كازما بي 10 قالي اليوم وأنا نروح فارقة لك تشوف ما صارجينيش حبة من 18 حتى ال 15 بحساب العرض والطالب السومة. السعر تاع الجلبان سنة كانت مو في طوس من اللي فات المطر وهذاك ما قلعوش الجلبان راه يهود راه 15 16 17 20 10 من 10 وطلع كل سلعة وكيفه ما تقولش كاع السلعة كيف كيف كل من 10000 لحتى 22 الجلبان سنة ما كانش كان في مستغانم ولا معسكر تاع الماء تقلت السلميسة حا بيان سير كيما كيما بكري تسمى الجلبان هذا اللي راه يدخل دروك هذا كاين تاع اللي عندهم الابار اللي عندهم الحسيان تاع الماء الواجد برك اللي راه يوجد ولا البكري زعما ماش كاين كيما بكري. تزايد الطلب على ماده الجلبان خلال الشهر الفضيل مع قله المنتوج جعل اسعارها تعرف ارتفاعا هذه السنه على امل ان تتراجع الاسعار مع تضاعف المنتوج في الاسابيع المقبله.